معكم المهدي إليح كاشف عام نادي قبلة الصحافة والإعلام فرع دار بوعزة. اليوم كنتواجدوا بشاطئ واد مرزق بدار بوعزة، شاطئ واد مرزق اللي رشأينا أننا ننظموا فيه نسخة ثانية من حملة النظافة والتحسيس، واختارنا يعني هذه النقطة بالضبط، يعني ماشي عشيباطا وإنما باعتبارها نقطة سوداء اللي متواجدة على ساحل واد مرزق. واد مرزق راه يعني من أفضل وأحسن الشواطئ المغربية اللي كانت وجهة للمصطافين واحد الوقت. النسخة الثانية كما قلنا يعني اختاريناها في نفس المكان اللي كانت فيه النسخة الأولى، نظرا لأنه يعتبر نقطة سوداء يعني من حيث النظافة، من حيث يعني أن كيف ما شفتوا يعني لا في الغابة ولا في شاطئ البحر نفايات على اختلافها، يعني نفايات بلاستيكية، نفايات زجاجية، وحتى يعني غياب المراحيض العمومية يجعل يعني من الغابة مكانا يعني يقضي فيه المواطنون حاجتهم للأسف. وهنا يعني مجموعة من النقط وجب الوقوف عليها حتى يعني الأزبال يعني تغطي جميع الأماكن هنا، مما يعني أن حاوية الأزبال يعني ليست بالعدد الكافي من أجل يعني أن يتخلص المواطنون أو يجد المواطنون أين يتخلص من أزبالهم. وحنا يعني ما علينا إلا غنوجه نداءنا للمواطنين، يعني ملي ما تلقاش الحاوية فحاول حاول جزاك الله خيرا أنك دي معك ديك الأزبال ديالك، ماشي عيب، والمكان اللي لقيتي فيه الحاوية راه يعني ممكن أنك ترميها فيه. احنا كفاعلين جمعويين نطلب ايضا من الفعاليات ديال المجتمع المدني انها تنخرط مثل هذه الحملات وتدير مثل هذه الحملات، لان حتى هما سائرهم سائر المسؤولين، يعني كل يشتغل وفق القوانين والتوجهات ديالو. هذه دابا كما كتشوف دابا عندنا واحد الحمله ديال النظافه ديال شاطئ واد مرزق اللي احنا كنتميو لهذه المنطقه وكنجيبوا عائلتنا وليداتنا هنا. دونك شفنا العام اللي فات يعني السنه الفريطه ان كان مشكل ديال الازبال في الغابه وفي الشاطئ، فحنا قلنا علاش ما نديروش هاد واحد الحمله واخا تكون مقتصره ديال النهار، وفي نفس الوقت كنديروا واحد التوعيه للناس اللي كيجيو للبحر، كيجيبوا وليدات نتاهما، لان البحر اللي كيجيو ليه راه ولا ديالهم، خصو يحافظوا على النظافه ديالو. دونك درنا النسخه الاولى العام اللي فات يعني في موسم الصيف، وهذا العام ان شاء الله النسخه الثانيه، ونتمنوا التوفيق ونتمنوا كاع الناس انه يعاودوا يحيدوا الازبال ديالهم اللي يجيو للشاطئ، لان راه هو ديالهم وغيستافدوا منه هذا العام والعام الجاي، كيجيبوا وليداتهم وتبقى الحياه مستمره. لما ما حافظناش على النظافه ديالها غنخسروها. احسن ما كاين، احسن مبادره كاع عندنا النظافه بعدا الشاطئ يولي مزيان، كان موسخ شي شويه ومساكن راه مطوع، هاد الناس راه مزيان هاد المبادره، احسن ما كاين. لا مزيان طبيعه المواطن حتى هو شويه ضروري، خص المواطن من جهه وسميتو من جهه، كنا نحتفظوا على هذه البيئه ديال هذا الشاطئ، نحتفظوا طبيعه الحال. خص المواطن، كنوجه نداء للمواطنين اللي كيجيو يتبحروا منين يساليو ويجمعوا الازبال ديالهم، الله يجازيهم بخير جميعا. اول شيء خص هذه المنطقه يديروا فيها التواليطات، هي اول شيء فهمتي، يديروا في المثال هذا الشباكي ديال النظافه، ما راه يزيدوا يكثروهم، والمواطن حتى هو خصو يساهم في هادشي. الحمد لله حنا فرحانين، شنا واحد الجمعيه تبارك الله، الجمعيه اللي جات وحضرات وتبارك الله جاوا بزاف الاشخاص اللي كانوا بانوا لي ساهموا، وكانوا جمعوا كاع الازبال اللي متراكمه جانب البحر هنايا، وهادشي كيفرحنا بزاف كحنا الساكنه ديال المنطقه ديال دار بوعزه، وحنا الناس اللي كنجيو نجيبوا وليداتنا يتبحروا وندوزوا وقيته زوينه في البحر. الحمد لله بحال هاد الجمعيات الحمد لله كيفرحوك ملي كيجيو كيضحيو بوقتهم وكيجيو في نهار يوم الاحد، كيجيو كيوفروا وقتهم وكيحاولوا ينقيو المنطقه. كنتمناو يكونوا بحال هاد الجمعيات يساهموا في تنقيه المنطقه، والناس حتى هما يساهموا يجمعوا الازبال وهذاك الشيء اللي كيجيبوا اللي كيبقاو البقايا اللي كتبقى يجمعوها ويرموها في الاماكن ديالها. وكنتمناو من الجماعه والناس كازا تكنيك توفر الحاويات ومناطق خاصه للازبال باش يبقى شاطئ نقي وتبقى المنطقه زوينه وصالحه للسباحه، واللي جاب وليداته وجاب معاه شي حاجه يحاول ينقي. الا ما نقيناش وتجمعنا وتكاتلنا راه ما غاديش تبقى الدنيا مرونه ومريتله.
قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.